السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، وحشني تصوير الفيديوهات، وحشني الكلام معاكم. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان الكريم، ربنا يبلغنا رمضان سالمين معافين آمنين في بيوتنا ان شاء الله. انا كنت مختفية الفترة اللي فاتت، بس النهاردة الفيديو ده هيكون صغير كده عشان هكلمكم فيه عن سبب اختفائي الفترة اللي فاتت. انا الكام شهر اللي فاتوا دول كانوا موترين جدا بالنسبة ليا، وكانوا ضغط وتعب نفسي، ولكن اللهم لك الحمد، ربنا كلل التعب ده بالنهاية جميلة جدا جدا جدا. انا الحمد لله ربنا كرمني ببداية حياة جديدة في مكان جديد خالص. بالنسبة لبداية الحياة الجديدة، فانا الحمد لله اتجوزت يوم 17/2 اللي فات ده. بالنسبة لبداية المكان الجديد، فانا جيت على المانيا وهستقر هنا ان شاء الله مع جوزي. طبعا الكام شهر اللي فاتوا دول، اللي هو بداية من شهر 8 لحد يوم 8/2، دول كانوا فترة توتر وضغط كبيرة جدا جدا، لحد يوم 8/2 لما ربنا بشرني بالموافقة على الفيزا. الفترة دي بجد كانت ضغط وتعب نفسي وجري في أوراق، كنت مستنزفة نفسيا جدا جدا، ومكنش عندي أي طاقة إن أنا أفكر في أفكار الفيديوهات ولا إن أنا أصور أي حاجة. فعشان كده كنت واخدة أجازة من يوتيوب، ولكن اللهم لك الحمد، يعني ربنا كرمني واتجمعت مع جوزي بعد 2 و4 شهور من البعد. فالحمد لله بدأت أستقر نفسيا، ودلوقتي أقدر أرجع اليوتيوب تاني إن شاء الله. في دماغي أفكار كتيرة جدا للمحتوى اللي أنا ناوية أقدمه الفترة الجاية، وأتمنى إن انتوا تشجعوني عشان أرجع بنفس، لأن أنا طبعا بقالي فترة واخدة أجازة من اليوتيوب، فبنسبة كبيرة حاسة إن الفيديو ده مش هيوصل لناس كتير. فلو حد بيشوف الفيديو ده من الناس اللي كانت بتتابعني، أتمنى إن انتوا تكتبوا لي كومنت تحت عشان أعرف إن الفيديو متشاف. ولو عندكم اي افكار معينة حابين ان انا اصورها الفترة الجاية، ياريت برضو تكتبولي في الكومنتات، اكيد رأيكم هيساعدني. فيديو النهاردة حبيت ان هو يكون فيديو خفيف كده، ارجع بس اعرفكم سبب اختفائي، وان شاء الله محتوى الفترة الجاية يعجبكم جدا. شهر رمضان داخل علينا، وشهر ربنا يتقبل منا صيامنا جميعا ان شاء الله. فلو افتكرتوني ما تنسونيش من دعوة حلوة، دعولي ان ربنا يكرمني ويوفقني في حياتي الجديدة. اشوفكم قريب ان شاء الله على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.